باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل هذا الصباح رب المجد بيقول وعلمنا: بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنز في السماوات لا يفنى، وإلى آخره. والحقيقة لما يقول بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة يقصد ايه؟ بان الواحد يبيع امتعته. دايما الناس عايزة معاها امتعة، عايزة كنوز تكنزها وتفضل الكنوز دي تديها طمأنينة ان هي معاها كنوز. لكن هنا بيقول بيعوا امتعتكم واعطوا صدقة، وقول لنا اصنعوا لكم اكياسا لا تبلى، كنزة في السماوات لا يفنى. يعني بيقول لنا ايه؟ عايز الحاجات اللي معانا دي مش عشان التكنيز، امال عشان ايه؟ اللي معانا، كل اللي معانا، مش بس فلوس، بس اللي معانا ده قد يكون ذكاء، قد يكون صحة، قد يكون مركز، قد يكون وقت، أي حاجة معانا هي مش للتكنيز. في حاجات لما بتتكنز بعد شوية بيحصل لها إيه؟ بعد شوية بتصدي، وبعد شوية ما يبقى لهاش قيمة. فأي وزنة معانا دلوقتي في هذا العالم الحاضر جمالها وقوتها ان هي تشتغل وتثمر. وده اللي قاله لنا في انجيل باكر، وانجيل لو تاخدوا بالكم وانجيل عشية، يقول انجيل وزنات، يقول ازاي ادى وزنات لعبيد، واحد خد 5، واحد 2، واحد 1، وقال لهم تاجروا بيها واربحهم. فكل شيء اداه لنا الله هو عشان نتاجر بيه، مش عشان نكنزه، مش عشان نكنز. لو كنزناه مش هيبقى له قيمة. فاكر كده واحد الله ينيح روحه كان ذكي جدا، وهو على فراش الموت يقول لو كان حد ياخد مخي ده كان ينفعه، انا هموت ومخي ده مش عارف مين، كان حد نفع مخي ده، نفع حد تاني؟ لا حبيبي، خلاص انتهت، مخك انتهى، وايه كان معطى لك في هذه الحياة عشان تعمل بيه وتتصرف بحكمة وتتصرف بإيه، لكن بعد كده خلاص ملوش قيمة. فإذا كل ما معنا هنا في الأرض هي وزنات عشان نفيد بيها الكل للمنفعة. في كلمة جميلة جت النهاردة في الإبراكسيس اللي اتقرا، لو تاخدوا بالكم على الراجل الإيه، رجل يهودي اسمه أبولوس اسكندري الجنس، ويقول إن عنده كان ربنا مديله مواهب، فمديله فصاحة في الكلام، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب، ويقول كان حار بالروح، ربنا مديله روح كده وروحه فيها غيرة وحماس، وهو بيتكلم كده في صدق، رجل حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يخص يسوع. فالراجل ده عنده مواهب، ربنا اداله حاجات، اداله انه عالم، عارف، بيتكلم بتدقيق، فصيح، حر في الروح. يقول ايه كتاب مقدس؟ يقول انه نفعه. يقول ايه؟ يقول فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة. يبقى اللي ربنا مدهوله ده كان عشان ايه؟ ينفع مين؟ المؤمنين كثيرا بالنعمة. كل اللي معانا هو عشان ننفع المؤمنين كثيرا بالنعمة. اللي معاه حرفة، اللي معاه صنعة، اللي معاه شغلانة معينة، دكتور، عامل، فلاح، احنا نحن محتاجين بعضنا بعضا. احنا حتى الملك محتاج للفلاح اللي بيخدم في الارض. وتلاقوا آية جميلة تقول كده، يقول منفعة الارض للكل، ويقول الملك مخدوم من الحقل. يعني ايه مخدوم من الحقل؟ يعني الفلاح بيخدمه. مخدوم منين؟ من الحقل. فما يبصش للايه، للفلاح انه على قده غلبان، لا، ده انت محتاج للفلاح ايها الملك. فاذا هذه الوزنات اللي معانا هي وزنات خير للنفع، لنفع غيرنا، مش لنفعنا احنا. حدش فكر دي لي انا بس، لا، دي النفع غيرك. ما أعطيت، أعطيت لكي يكون نافعا للغير. في القصة بتاعت نبوخذ نصر لما شاف الحلم بتاعه، شاف نفسه الحلم بتاعه كان شجرة، والشجرة فيها أغصان، والأغصان واسعة
أغصان كبيرة، ويقول إن حيوان البر تحتيها استظل تحتيها، وطيور السماء تقعد في أحشاء في أغصانها، والثمر بتاعها كان منه كل إنسان. ده معناه إيه؟ معناه يا نبوخذ نصر اللي اديتهولك ده علشان الطيور اللي سكنت فين؟ في أغصانك، عششت فيك، والحيوانات البر اللي تحت إيه؟ بتستظل بيك، والأكل من ثمرك، مش عشانك أنت لوحدك. فلما تكبر ربنا قال له الشجرة هتتقطع. ليه تتقطع؟ ليه تتقطع؟ أصل ما بقاش فيها فايدة، بقى هو فاكر إنها لنفسه بس. فعشان كده لا، في الكبرياء الإنسان يكون ظالم ويفكر إن الحاجة بتاعته ويقول أنا وينسى الآخرين. لا، الله لما خلقنا يا إخواتي خلقنا أعضاء بعضنا البعض عشان نخدم بعضنا بعض. حد فيكم شاف كبد بيخدم نفسه ولا بيخدم بقية الجسد؟ كلى، الكلوة اللي فينا جوانا بتخدم إيه؟ بتخدم بقية الجسد كله. وهكذا المعدة بتخدم الجسد كله. فنحن أعضاء بعضنا بعضا. وعشان كده يقول كل واحد في رسالة معلمنا بطرس الرسول يقول لنا كده، كل واحد بحسب ما أخذ من الموهبة يخدم بها الآخرين. يقول كده، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. يبقى احنا وكلاء. عشان كده معلمنا بطرس الرسول بيسأل المسيح، انت قلت المثل ده لينا ولا قلته للناس كلها لما قال لهم على الوكيل الأمين؟ ده ليا ولا للناس كلها؟ فرد المسيح عليه وقال له ايه؟ قال له ايه؟ الوكيل الصالح. فمن هو الوكيل الصالح؟ الذي ايه؟ ان هو ايه؟ وكيل فقط لغير على حاجة سيده. يقول فقال بطرس، يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب، من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. يبقى أنا وكيل وإنت وكيل. تقولي ما عنديش فلوس كتير. وكيل، مش معك صحة، مش معك موهبة، مش معك حرفة، مش معك صنعة، مش معك ربنا اداك لسان حلو تقدر تقول لحد كلمة حلوة تشجعه، مش معك ذكاء تقدر تعمل تستخدمه للخير. معاك ايه ربنا ادهولك؟ انت وكيل. فعشان كده نخدم بعضنا بعضا بحسب ما ايه؟ ما اخذنا. يكمل يقول، دي موجودة في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 4 اي 10 و 11، ان كان يتكلم احد فكأقوال الله. تنطق بكلام ربنا الجميل، عزي وشجع وتقول الحكمة بتاعت ربنا لو كنت تقدر تنطق. ان كان يتكلم أحد فكأقوال إيه؟ الله. وإن كان يخدم أحد فإنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في كل شيء. للناس تقعد ساعات تقول ليه يا رب عملت كده؟ يا رب ليه يا رب في ظلم؟ ليه يا رب في مش في ده كله؟ ليه يا رب سايبين الراجل الفقير ده والعيان ده ما حدش بيخدمه؟ عارفين ليه؟ لأن أنا ما بخدموش. الله عملني إيد للي ما عندوش إيد، وانا بقول لا الايد دي بتاعتي انا بس. الله عملني رجل للي ما عندوش رجل، وانا بقول لا دي رجلي انا بس. لكن الله مش هو السبب. سبب مين؟ البني ادمين، الجشع، الانانيه. بقى الانسان يحس دي بتاعتي انا. بالكتير قد يحس ان اسرته في البيت، وساعات احيانا في الاسره الواحده حتى ده يعتبر نفسه الايه، يقول ده هي وانا وانت وانا وايه، ويبقى في فرق وحواجز في الاسره الواحده. لكن الله عملنا كيما نكون اشجار مثمره ما تفرقش وتعمل خير مع الكل. الناس ما بقتش اسره واحده، ما بقتش عيلة واحدة، بقاش في الحب، فبالتالي بقى في الأنانية وفي أنا وإنت. الشعوب والدول بقى في فقير وغني، بقى في حروب، الناس كل واحد عايز ياخد الخيرات لنفسه. زي ما انتوا سامعين كده حروب. ليه الحروب؟ ليه الحروب دي؟ وعين يكتشفوا ان الدول الغنية ورا الحروب دي، ورا الهيصة دي كلها، وبتوقع الناس في بعض. ليه طيب؟ أصل إيه؟ كل واحد لهم مصلحة في الحتة دي عايز ياخدها.
وبكده بقت ايه؟ بقت صراعات، ما بقاش ايه. يقول ليه يا رب في النهايه خالص؟ يقول له ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ لان انتوا الشر اللي فيكم سبب الايه؟ سبب ده كله. ما عندنا ليس لكي نكنزه ولكن لكي نستثمره. بيعوا ما لكم واعطوا صدقه فيتطهر لكم كل شيء وكل شيء يبقى حلو. طلع عفيتك واخدم بيها قبل ما تضيع الفاضي. واحد عنده شمعه في البيت مبسوط الشمعة اللي عنده، شوية بشوية بشوية مع الحر مع التراب مع الشمعة ايه؟ اتاكلت وباظت وايه؟ وبقت زي قلتها، ما بقتش جميلة، ما نورتش. ايه مجد الشمعة ديت وهي ما عملتش العمل بتاعها؟ زي قلتها الشمعة ديت. فاكر زمان كان ايه؟ نحط في شنطتنا 3 شمعات عشان لما نروح التوالت، وبعدين ايه؟ الفحم اللي في معانا في الشنطة بتاعتنا يبوظ الشمعة حبة بحبة، تسيح حبة من الحر. لما تبقى الشمعة زي قلتها اخد الشمعة وارميها، خلاص بقى زي قلتها، ما اشتغلتش. امتك وامتي ان انا اخدم غيري، مش ان انا اكون اناني، لا، ان انا اشوف غيري واخدمه واحبه واقدم له. لكن لو قلت انا، لو قلت انا ها عشان يبقى هنا وقت انا ايه؟ ماليش قيمه. خلي بالكم امتك بالخدمه اللي بتخدمها. اللي عايز يبقى عظيم يبقى خادم للايه؟ للكل، ويبذل نفسه وماله وصحته وعافيته ومواهبه من اجل الايه؟ من اجل الجميع. لكن لو قلت انا هنا هو، تبص تلاقي انت بعد شويه انت بتسيح وبتدوب وبتنتهي بدون ما كان لك قيمه، لانك ما خدمتش وما حبيتش وما ايه؟ ما عملتش الفايدة بتاعتك. نحن يا اخوتي مخلوقين لاعمال صالحة سبق الله فاعدها عشان نعمل بيها. كل واحد فينا له عمل في الدنيا ديت، مش في اسرته بس، مع الجميع. عشان كده المسيح لما قالوا له من هو قريبك، حكى لهم المثل بتاع مين؟ بتاع السمير الصالح. قريب اللي انا بعمل معاه الخير، هو ده قريبي كل واحد. فنحن مخلوقين لاعمال صالحه سبق الله فاعدها. ايه رايكم لو في شركه ما فيش موظف فيها بدون شغل؟ ده بتاع حسابات، وده عامل، وده بتاع كمبيوتر، ودوت بتاع مش عارف اداره، وده مش عارف بتاع ايه وبتاع ايه. وبعدين الشركه ابتدت الناس من الشركة دي يستقيلوا أو يمشوا، ما جابش غيرها، الشركة هتمشي ولا هتبقى إيه؟ عرجانة وتعبانة. أهو كده إحنا في الدنيا ديت كل واحد فينا له وظيفة وعمل في الجسد الواحد اللي هو جسد المسيح. لكن لو أنا ما أديتش العمل بتاعي هيبقى الجسد إيه؟ على قده، غلبان وتعبان. عشان كده في الحروب وفي الأمراض وفي الفقر وفي المشاكل، لأن مش كل واحد بيأدي الإيه؟ الخدمة بتاعته، ومش كل واحد بيعمل العمل بتاعه. نحن مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. مش مخلوق أبدا عشان تأكل وتشرب وفي الآخر خالص تقول أنا أديت الرسالة جوزت عيالي، لا، مش هي دي صدقوني. نحن مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. إذا أبولس اللي قلنا عنه يقول إن هو إيه؟ نفع الإخوة، نفع الإخوة، نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، النعمة اللي أعطت له نفعهم، نفع المؤمنين بالنعمة الإيه؟ كثيرا بالنعمة، نفع المؤمنين كثيرا يا ريت كل واحد فينا يبقى نافع وهو رايح السماء كده يرجع معاه ثمر، زي ما بيقولوا كده يأتي الشهداء حاملين ايه؟ حاملين عزباتهم، ويأتي الصديقين حاملين فضائلهم. كل واحد رايح بالثمر بتاعه، كل واحد رايح بالثمر بتاعه، كل واحد رايح بالثمر بتاعه. انا فاكر مره واحده على سرير فراش الموت كان عندها مرض خطير وخلاص بقى، فدي كل واحد يقول لها يا فلان ان شاء الله ربنا يديك صحه، انتوا ما تضحكوش عليا، انا ماشيه ماشيه خلاص. حد يقول لي كلمه كويسه، طب خلاص ست انت ماشيه، طب عندك ايه تعمليه؟ قلت لها طب صالح فلان وفلان وفلان وفلان، صالح او صالح ايه اللي انت متخاصمه معاه؟ فلان اللي انت
قلت له كده انت بتقولي كلام جميل وكلام مظبوط، عشان لما اروح اروح بايه؟ بانا صالح فلان. يبقى هنا راحت ايه وهي ايه معاها حاجه تروح بيها للسماء. هتروح السماء ومعاك ايه؟ هتروح السماء ومعاك ايه؟ كل واحد فينا لازم يفكر بالطريقه دي. ربنا يدينا كلنا ننفع كثيرا بالنعمه اخواتنا، ونقلل المظالم، ونقلل الاتعاب والاوجاع، على الاقل في الدايره بتاعتنا، حوالينا في اسرتنا وعيلتنا وجيراننا وكنيستنا وحبايبنا اللي احنا شايفينهم. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.